صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم ثمانية لسنة 2020 باضافة ممثلين للجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان جاء فيه يضاف الى تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار رقم 50 لسنة 2012 بانشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان الاتي ممثل عن ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهما باللجنة ذات المدة المقررة لأعضاء اللجنة والمحددة بالقرار